رح نحكي قديش السكر ضار على المرأة الحامل أيضا. خلينا نحكي أكثر ونتعمق بالموضوع ونحكي قديش السكر مضر أثناء فترة الحمل وبعد الولادة. رح نحكي أكثر عن هالموضوع مع الدكتورة سوسن محفوظ، أخصائية نسائية. صباح الخير دكتورة. يسعد صباحك. صباحكم كيف؟ يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. ضمن فقرات صباحنا غير عم ننوه كثير أهمية التوعية حول مرض السكري وقديش في له اثار كثير على الجسد، فبدنا نحكي اليوم عن المراه الحامل. نحن بنعرف دائما الطفل بياخذ كامل غذائه من امه. السكر قديش بياثر يعني على المراه الحامل؟ تناوله بشكل كبير، نحن بنشوف مثلا الصبايا بيحبوا الشوكولا، بيحبوا الحلويات بشكل اكبر من الرجال، قديش بياثر خصوصا على بنيه الجسد؟ هلا اهم شيء نحن نميز بحالات السكري انه اثناء الحمل، انه نحن في عندنا نمطين، في مريضه بتدخل على الحمل وهي مصابه اصلا بسكري. صحيح. وفي سكري بيتطور اثناء الحمل وخصوصا بعد الشهر السادس بعد 24 اسبوع حملي، هذا خاص بالحمل، يعني بعد الولاده بيتراجع. هلا تناول السكريات الزياده انه هو بس اكلنا سكر كثير انه بده يصير عندي سكري حملي، مو بالضروره. صحيح. يعني هلا في شغلات نحن عندنا من الاسباب اللي ممكن تؤدي لتطور السكر اثناء الحمل، هي انه في تغيرات هرمونيه، يعني في هرمونات بتنفرز من المشيمه بتؤدي لشويه مقاومه لعمل الانسولين فبيتراكم السكر، فمع زياده تناول السكريات بيظهر عندي السكري الحملي. طبعا بده يكون في قصه عائليه، يعني المريضه عندها حدا بالعائله تماما انه في عنده سكري بيلعب بهذا الدور بهذا الموضوع، والسمنه يعني انه الوزن الزائد، يعني لما نحن نتناول خلال حياتنا قبل الحمل انه والله سكريات زياده وبالتالي نوصل لوزن زائد، فهذا بده يزيد كمان من فرصه انه الاصابه بالسكري اثناء الحمل. فانه اهم شيء نحن انه نتجنب الوجبات السريعه، نتجنب الحلويات. طبعا اثناء الحمل السكريات ما يعني ما بتعطي للبيبي انه غير انه زياده بالوزن ومشاكل بتظهر اثناء الحمل نتيجه السكري اللي بيصير. فنحن دائما بنقول انه التركيز اثناء الحمل بالغذاء يكون اكثر شيء على الخضروات، على الفواكه، على المي، الابتعاد عن النشويات، السكريات، الحلويات، الوجبات السريعة، البطاطا المقلية، المعكرونة، البيتزا، المعجنات، لأنه هدول هن سكريات، يعني بس صارت زيادة عن حجم الجسم بدها تتراكم على شكل شحوم حتى عند الأم. صحيح. ما بتعطيه للبيبي زياده سكر، يعني انه فالغذاء هو اهم شيء بالخضروات والفواكه، وبتنوع فيها بالفيتامينات والبروتينات طبعا اللي موجوده اكيد، والكلس والحليب والهدول والشغلات. نعم. اللي دكتوره دائما يمكن بنوقف السكر فجاه بحياتنا وخاصه عند الصبايا والسيدات، بتلاقي بتصير حاله من التعصيب، حاله من الستريس. ممكن هذا الشيء هو له علاقه بالسكر وممكن ما له علاقه بالسكر، ولكن بيقولوا لانه وقفنا سكر فنحن عندنا حاله من الستريس. كيف فينا نحن نعوض السكر بالجسم؟ هلا نحن انه لما بتاكلي انت وجبات متوازنه فما بتتعرضي لنوبات نقص السكر وبالتالي لهذا التغير بالمزاج. طبعا هبوط السكر ممكن يؤدي لتسرع بالقلب، دوار، تغيرات بالمزاج، بس نحن لما بتكون وجباتنا متوازنة يعني كل ساعتين ثلاثة وجبة وتخالي السكريات بكميات مقبولة، فنحن ما رح نتعرض أكيد لهذا الموضوع من نقص السكر وبالتالي ما رح نتعرض لهيدا الأعراض. فأهم شيء أنه نحن تكون وجبات متوازنة، أكيد كلنا بدنا سكر وأكيد الجسم بحاجة لكمية من السكر يوميا وما فينا نستغني عنها، بس أنه تكون مو إفراط في تناول السكريات. يعني فلما بصير في إفراط حتى عمل الأنسولين بيصير غير منتظم، يعني بناكل سكريات كثير بيزيد الانسولين، بنرجع ما قطعنا فتره ما في سكر، كمان الانسولين بيصير ما عنده سكر فبتتعرضي لنوع السكر فبتظهر هيدا، بصير عندي خلل هذا التوازن. طيب خلينا نحكي عن نمطين السكري مع المراه الحامل، قديش لهم اثار على جسمها او على الحمل تبعها؟ وفي شيء فينا نقول عنه طبيا يسمى سكري الحمل كمان اذا فينا نحكي عنه؟ تمام. هلا حكينا انه نحن في امراه بتفوت على الحمل مع سكري، طبعا هدول بيكونوا عندهم قصه عائليه غالبا باعمار الكبيره، اكثر من شيء بنشوفها ممكن بعد ال 35 او بال 40 سنه. فالافضل قبل ما ندخل على حمل اذا هن ناويين انه يصير في حمل انه يكون السكر عندي مضبوط، طالما السكر بيكون عندي مضبوط فالحمل بيكون اموره منيحه بالنسبه للام والجنين. مراحله سليمه ما يعني بتكون المراحل سليمه. طبعا اذا ما كان السكر مضبوط او شيء بده يكون عندي فيه وزن زائد، وخصوصا للبيبي بتقول لك والله جبت ولد ما شاء الله 5 كيلو، هذا ال 5 كيلو هو غالبا نتيجه اضطراب في بموضوع السكر. فمن الشغلات اللي ممكن تؤدي لهذا يعني الخطر اللي بيتعرض له الجنين، ممكن يتعرض كمان انه وفاه مفاجئه داخل الرحم، يعني ممكن توصل احيانا حتى للشهر التاسع، احيانا بنلاحظ حالات ممكن بكره قايلين لها بعد يومين او بعد اسبوع الولاده، خصوصا بتزيد نسبه القيصريات لانه وزن الجنين بيكون كبير، فجاه بنلاقي توقف قلب الجنين.
في اعراض بيتعرض لها الجنين بعد الولاده، في اضطرابات تنفسيه يعني بعد الولاده للام السكريه، بيكون عنده عسر التنفس، احيانا بيجي عنده نوب نقص سكر، نقص كلس. هلا نحن لما بنكون حاطين طبيب الاطفال بهذا الحسبان فهو اكيد رح يراقبه يعني، بس انه في اختلاطات كبيره ممكن تصير ولاده مبكره عند الام. عند الام اكثر شيء السكر الحملي ممكن يسبب لها انه ارتفاع بالضغط، وبالتالي انه تدخل بحاله انسمام حملي. طبعا الوزن الزائد، زياده وزن البيبي، فهذا التقل اللي رح يتعبها طول فتره الحمل. هلا السكر الحملي مثل ما حكينا هو خاص بالحمل، بيتطور بعد ال 24 اسبوع حملي. طبعا في اختبارات خاصه، نحن مو منعاير سكر دم، وانما في اختبار بنسميه اختبار تحمل سكر لحتى نكشف انه هذا الام عندها سكري حملي يعني ولا مثل لا. مثل المخزون هو نعطيها للام سكر فموي ومنعاير السكر بعد ساعه وبعد ساعتين. في معايير معينه انه هلا صيامي لازم يكون اقل من 95، اذا كان بعد ساعه اقل من 180 فهي طبيعي، انه بعد ساعتين اقل من 150 55 فهو طبيعي، اذا تجاوز ال 190 معناتها هي دخلت بسكري حملي. هلا نحن الاغلب يعني حتى 180 و 190 يعد عالي بعد ساعه من تناول الوجبه. سكر فموي بنعطيها نحن بالمخبر، اسمه اختبار تحمل سكر، يعني مو تحليل سكر عادي. تمام اي، فانه اذا طلع اكثر من 190 بعد ساعه معناتها هي خلص عندي سكري حملي. طبعا اكيد العلاج اثناء الحمل هو الانسولين فقط، لانه انخفاضات السكر الفموي هي مشوهه للجنين، فبصير بقى في تعاون بيننا وبين طبيب الغدد لضبط الجرعات. هي بدها تتعود تعاير سكر دمها يوميا بعد الوجبات وصباحي لحتى نضبط على الجرعات اللي انه بتناسب انه يكون السكر سوي. بس كان عندي السكر بمستويات طبيعيه فما عندي اي خطوره ولا عليا ولا على الجنين. هذا اثناء الحمل. نعم. وبعد الولاده بيروح فينا نقول بيوقف، بس طبعا هدول بيكونوا اكثر خطوره لانهم بالمستقبل يصير عندهم سكري. ممكن لبعدين ومع الحمل هو بيروح. ولكن دكتوره حضرتك ذكرتي انه فيهم ياخذوا انسولين للعلاج، ولكن كثير من السيدات ان كان معهم غده اثناء الحمل، ان كان معهم سكري الحمل، بيبعدوا عن الدواء، بيقولوا لا رح اعمل حميه غذائيه وما حاخذ دواء لانه بتخاف على الجنين. قد ما قلتي لها او اي دكتور او اي دكتوره قالوا لا ما حيأثر، فهي اكيد رح تخاف على جنينها. هون الحميه الغذائيه هل هي كافيه؟ تماما. هلا هي خطوه، هيدا سؤال كثير مهم. نحن بس اكتشفنا انه في سكري حمله بنحطها على حميه غذائيه معينه، وبنرجع بنعاير التحليل او بنرجع بنعيد الاختبار بعد شهر اذا كان سكر الدم عالي، حكما لا بدنا ندخل بانسولين، والا بدها تدخل بالاختلاطات اللي حكينا عليها ورح تضر حالها اكيد وتضر الجنين. ولكن الانسولين ما بيضر اكيد لا. هو سليم اساسا يعني مخزون بنقول بالجسم، هو اكثر اصلا موجود، هو اكثر سلامه للخافضات السكر. لا الحبل الفموي، هلا في نوع من خافضات السكر تصنيفه دوائيا ب، انه شوي امن. نحن بنعطي بحالات انه يعني ارتفاع السكر شوي طفيف، انه مع حميه ممكن احيانا ندخل بهذا الدواء. بس اذا كان عندي ارتفاع قيم عاليه بسكر الدم وسكري حملي مشخص فحكما انسولين. بس في بدل الانسولين اذا قلنا نحن ارتفاع السكري بيكون بسيط منه ارتفاع، نرجع على الحميه. اذا بعد شهر كان المستويات منيحه على الحميه فنحن بنكمل على الحميه وبنعاير بشكل دوري لحتى نوصل لنهايه الحمل. ومثل ما قلت لك في احيانا خافض سكر فموي اللي هو الميتفورمين اللي شائع باستخدامه المبيض المتعدد الكيسات، فهذا ممكن نحن نستخدمه اثناء الحمل لانه امن يعني نسبه التشوهات فيه معنا. نعم دكتوره خلينا نروح لعند الصبايا يلي ما نون متجوزين ونحكي السكر. دائما عم نشوف مبيض متعدد الكيسات، عم نشوف اكياس، عم نشوف مشاكل هرمونيه بالجسم، بيقولوا وقفوا الفاست فود الاكل الجاهز، وقفوا السكريات، لانه كل هدول بيعملوا مشاكل عند الصبايا. خلينا نحكي هل هالشيء صحيح ولا لا؟ تماما. نرجع بناكد المرضى المبيض المتعدد الكيسات والافراط بالوجبات الجاهزه، تناول السكريات الزياده، قله التمارين الرياضيه. للاسف هلا هذا الجيل كل الوقت بس قاعد على الموبايل، بس على الموبايل، ما في اي نشاط رياضي، فهيدا الشيء كله بده يؤدي لسمنه زائده وبالتالي بيزيد من خطوره السكري الحملي. يعني فنحن صرنا عم نشوفها اكثر. ف في زياده نسبه في قبل الاونه الاخيره عم نشوف نتيجه هي الشغلات اللي نحن بنقولها، نمط الحياه، انه قله التمارين الرياضيه، الوجبات السريعه، تناول السكريات الزياده، الوزن الزايد، وجود المبيض متعدد الكيسات، هذا كله بيزيد من خطوره السكر الحملي. ف طيب دكتوره اذا هي مصابه بمرض السكري وقدرت تحافظ مثل ما قلنا ضمن حميه غذائيه ومع طبيب مختص خلال فتره الحمل، بعد الولاده هل ممكن الطفله يكون مهيئ لانه يصاب بمرض السكري؟ تماما، سؤال كثير مهم. طبعا مرضى السكر اطفال
الأمهات السكريات أنه معرضين للإصابة بالمستقبل. هذا الحكي بيعتمد على نمط حياتهم، إذا تعرضوا لزيادة بالوزن، تناول الوجبات، هذا اللي بيلعب دور أنه هنا نسبة إصابتهم تكون أكبر ولا لا. طيب بالمستقبل، إمتى هذا المستقبل؟ هل هو ممكن يكون بالقريب العاجل لهالأطفال يصير معهم سكري أطفال ولا لا؟ ممكن للكبار؟ لا، للأعمار الكبيرة. بالأعمار طيب الكبيرة يعني مثل السكري الوراثي، يعني الشبابي الكهلي، أنه الشبابي أنه هو ما وراثي، ممكن أحيانا يصير عند أطفال نتيجة ستريس معين أو ضغوط معينة أنه تؤدي لحدوث سكري عند الأطفال. بس أنه السكري اللي نحن نحكي عليه بالمستقبل يعني بالأعمار الكبيرة الكهلي. طيب كيف هي الأم تحمي هذا الطفل ما يصير معه سكري؟ نرجع نحكي أنه تعودوا على ممارسة تمارين رياضية، تناول وجبات نظاميه حتى هو صغير، من هو صغير اوكي، يعني تجنب الوزن الزائد. بس شفنا انه في وزن زائد كثير، انه نحاول فعلا نضبط كثير هذا الموضوع، لانه بده كثير يزيد من فرصه الاصابه بالسكري بالمستقبل. يمكن مثل ما قلنا، يمكن الفحوصات والاجراءات الطبيه المتكرره هي، يمكن الكشف المبكر بياثر بشكل كثير كبير وايجابي على ضبط السكري بالجسم. بس قلتي خلال حديثك دكتوره انه المصابه، المراه المصابه بسكري الحمل ممكن بعد فتره يرجع لها، هي الفترة الزمنية قديش وقديش لازم تعمل فحوصات دورية بعد الولادة إذا كانت مصابة بسكري الحمل؟ هلأ بالأعمار الصغيرة إنه حتى نشوف إنه والله يصير سكري بعد السكري الحمل قليل، بس إنه نحن حكينا بعد 35 سنة إنه بتصير. هلأ بنعتمد على الأعراض، يعني الصراحة فحوصات دورية ما كتير بنعمل، بس إنه أعراض زيادة العطش، فوتي على الحمام كتير خصوصا بالليل، جفاف بالفم، عندي التهابات فطرية متكررة، جفاف بالجلد. بس ظهرت هيدي الأعراض عند الأم خصوصا الالتهاب الفطري المعند، نحن بنلاحظه انه فورا بنتوجه انه نحن بنعمل تحليل سكر. ايه بس انه متابعه دوريه عاده لا، لانه هو مثل ما قلت لك اذا بده يصير عند الام، يعني اغلب الفئات العمريه بتكون باعمار صغيره بتصير الحمول، حتى اذا صار سكر الحمل. بس السكر الاساسي بده يصير بعد ال 35 40 سنه، فما بنعمل فحوصات دوريه. اذا ظهرت عند الاعراض فنحن فورا بننتبه انه على هذا الموضوع، يكون نمط اول ولا ثاني؟ قصه ثاني. نمط ثاني. دكتور هي يمكن قطع حكيتيها، انه في كثير من القصص بتصيب المراه الحامل، هي بتلجا لقصص علاجيه يمكن بعيد كل البعد التفكير انه معك سكر حمله. يعني في اعراض كثير، يعني اغلب الاعراض اللي ذكرتيها حضرتك هي اوريدي موجوده عند السيدات الحوامل. طبعا. يوم شو في شيء نوعي السيدات انه اذا لمستي هذا الشيء وما راح معك بكل الادويه يلي عطتك اياها الدكتوره لازم تروحي تفحصي السكر، شو هو ابرز الاعراض؟ اكثر شيء نحن هذا موضوع الغثيان، يعني انه بتوحيه للحمل انه والله انه في لعيه نفس كثيره. هو بعد الرابع ما عاد في لعيه لازم، هو المفروض ما يكون بقى. فبعد الرابع اذا في لعيه معناتها في سكري حمل. ما شرط سكري حمل يعني، بس انه نحن بنتوجه انه والله انه فيها عرض وما عم يتحسن على كل الادويه، فانه نحن بنلجا لتحليل السكر. بكل الاحوال كل الحوامل نحن عندنا فحوصات روتينيه بتنعمل اثناء الحمل، فنحن حكما كل الحوامل رح نعمل لهم فحوصاتهم. اذا ظهر عندي انه في سكر عالي فنحن بنلجا وقتها مثل ما حكينا لاختبار تحمل السكر لحتى نشوف انه هي في سكري حملي ولا لا. هلا بنرجع بناكد على نقطه كثير مهمه، انه بتجي المريضه اول شهرين ثلاثه بالحمل انه الدكتوره ما عملتي لي فحوصات. السكري الحملي لا يظهر الا بعد ال 24 اسبوع حملي، وبالتالي حتى اذا كان السكر طبيعي ببدايه الحمل هذا لا ينفي انه ممكن يصير عندي سكري حملي. فنحن بنقول انه رح نرجع نعمل له فحوصات اكيد، بس انه بعد ال 24 اسبوع حملي مشان ننفي موضوع السكري الحملي. نحن عم نقول انه هو يعني بيروح بعد الولاده وبيرجع على الوضع سليم. دكتوره شو الامراض المرافقه للمراه الحامل غير فينا نقول السكري الحمل فينا نحكي عنها، يعني ممكن تصيب المراه خلال فتره حملها شائعة بشكل كبير؟ أكثر شيء بالحمل هي ارتفاع الضغط، موضوع الانسمام الحملي اللي نحن بنسميه الزلال بالعامية، موضوع السكر الحملي، الانتانات اللي هي ممكن تسبب الولادات المبكرة. هدول أكثر الأمراض اللي بنشوفها نحن شيوعا عند الحامل واللي لازم ننتبه عليها كثير مني. نعم دكتورة، كثير في من الحوامل هن بيتخوفوا لموضوع سكري الحمل وأنه هو يستمر معهم أو ما يستمر معهم، هل هناك يعني مثلا عوامل حتى لو ما في وراثة، حتى لو في حمية غذائية بيصيب سكري الحمل؟
بصير المرأة سكري حمل؟ طبعا، لانه هلا نحن عم نحكي انه تغير، يعني فيه هرمونات بتنفرز من المشيمة انه بتؤدي لزيادة المقاومة لعمل الانسولين وبالتالي تراكم السكر. بس غالبا اذا كنا متبعين انظمة غذائية كثير صحية ومخففين كثير من الكربوهيدرات فبيكون احتمال سكر الحمل كثير نادر. يعني الرياضة دائما نذكر الرياضة طبعاً هي كثير مهمة، ولكن عند الحوامل بخافوا عند الحامل مسموح برياضتين اساسيتين هما المشي والسباحة، ما في اي اشكالية منهم، دائما بنأكد على الشهر التاسع عادي للتاسع ما في اي اشكالية فيها تمشي. طبعا الاعمال اليوميه بتجي المريضه بتقول لي ايه انا كل الوقت عم اركض بالبيت، هيدي الاعمال اليوميه هي مو رياضه، يعني انه هيدي اعمال مجهده متعبه اوكي، بس انه هي مو رياضه، يعني ما بتساعد انها تخلص من السكريات والكربوهيدرات الزياده اللي بتاخذها. الرياضه هي رياضه المشي نص ساعه على الاقل يوميا، ما في اي اشكاليه. وهي المريضه لا بالعاده بتقول لك لا لفوت بالتاسع بلكي ولدت. فالمشي والسباحه مسموحه عند المراه الحامل، ويفضل ان تضل تمارس الرياضه طول فتره الحمل. طيب دكتوره، فينا نقول سكر الحمل ممكن ياثر على الولاده، تكون الولاده مبكره؟ ايه طبعا تكون له اثار. طبعا اول شيء زيادة بكمية السائل الأمنيوس اللي موجود حوالين البيبي، فبيكون عندي كتير فرط في حجم البيبي وكمية السائل، فهذا بيعطي تمدد كبير للرحم وبالتالي بده يهدد بولادة مبكرة حكما. يعني أحيانا بتكون بالشهر السابع بس حجم الرحم بيعادل شهر تاسع. هذا الفرط بالتمدد ما بيأثر على الجنين ولا؟ لا طبعا، نحن بدنا ما بيكون في عندي نضج للرئتين، فنحن يعني بدنا نكون أخذين احتياطاتنا، خصوصا إذا كان في إهمال من المريضة أنه ما أنا ملتزمة بالحمية، ما أنا عم تأخذ أدويتها. نحن مع المتابعة الدورية أنه حجم البيبي شفناه كبير، كمية السائل كبيرة، فنحن بناخذ احتياطاتنا، نعطي موقفات مخاض ونعطي اوبرديكسون مشان تسريع انضاج رئتين البيبي، بحيث انه ممكن ما نقدر نسيطر على الوضع، يعني تصير ولاده مبكره تصير ولاده مبكره، فانه نخفف قدر الامكان من الاختلاطات اللي ممكن تصير بعد الولاده. تمام دكتوره، هل ممكن الام الحامل انه هي مثلا باول حمل ما صار عندها سكري حمل، بتاني بطن صار عندها، وبالعكس بجوز اول بطن صار عندها سكري حمل وتاني بطن ما صار عندها، في هيك قصص ولا لازم انه لا صار معها سكري حمل بالاول وبالتاني وبالثالث بيستمر؟ لا لا طبعا، بس لما بيصير سكري حمل بيصير احتمال تنصاب اكثر بالسكري الحملي بالحمول اللي بعد، بس انه ما شرط. ما في اذا كانت ملتزمه بحميه ومثلا بالحمل الاول كانت بوزن زائد بتاكل كثير كربوهيدرات وكذا، ممكن يؤدي لهذا الموضوع انه يصير سكري حملي. الحمل الجاي التزمت من بدايه الحمل بحميه رياضه انه فما شرط يصير عندي ما سكري شرط حملي. يعني ما في قاعده، بس ما شرط، ما في قاعده اساسيه لا بالاول ولا بالثاني. هذا الشيء بيصير حسب هي طبعا نشاطها، حسب نشاطها الرياضي وحسب وجباتها وتنظيمها لحياتها، ف انه ممكن تخفف من احتمال انه يرجع عندها سكر الحمل مره ثانيه. طيب دكتوره، قلتي سكر الحمل بيتم اكتشافه بعد 24 اسبوع عند المراه الحامل، هلا بفتره الحمل فينا نقول الوحام ممكن المراه تتناول كميات سكري بشكل كثير كبير، بتقول لك لاني عم توحم ما عم بقدر، قديش بياثر اذا انصابت، يعني كان عندها اصابه بعد 24 اسبوع؟ هلا ما فهمت كثير السؤال، بس انه قصدك انه اذا كانت تناول كميات كثيره خلال فتره الوحام بتقول لك هذا بده اثر انه يصير في عندي سكري حملي ولا لا؟ ما شرط، ما ممكن لا. يعني هلا هي بكل الاحوال نحن اعراض الغثيان واعراض الوحام ما كثير بتتحسن على السكريات، يعني بعدين حتى هي شغله نحن بنحكيها انه والله انا الوحام انه اذا ما اكلت هيك راح يطلع ما بعرف شو بالبيبي. لا هي المعلومه للاسف غلط، هي كل الحوامل تماما. بس نحن لا ما بنقول انه غلط دكتوره، خليهم بس يتدللوا على القليله بهالفتره. تمام، هي دلال يعني عليك. ف يعني هي حتى لما بتطلب جسمها السكريات اثناء فتره الوحام فاكيد لازم تكون هي تحسب هذا الحساب انه تكون جرعات مضبوطة نوعا ما، يعني انه اكيد ما نفرط بتناول السكريات، بيزيد احتمال السكري الحملي اذا نحن تناولنا سكريات زياده، بس هذا لا يعني انه راح يصير عندي سكري حملي. نعم دكتوره سوسن محفوظ، نحن كثير بدنا نتشكرك وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم، هيك حاولنا نستفسر كل الاسئله اللي بتخطر ببال كل السيدات. شكرا كثير لك ويسعد لي صباحك. صباحك نتشكرك اكيد دكتوره على وجودك معنا.